السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم Education et Culture 28 التي تهتم بالأمور الرياضية. في هذا البرنامج الذي يهتم بالأمور الرياضية من داخل القناة والذي يقوم بنقل نتائج مباريات البطولة المغربية لكرة القدم للموسم 2019-2020، وهذه المقابلات نتائج المقابلات مقابلة اليوم يعني أجريت بين 30/12/2019 ويوم 5/1/2020. نعم هي النظار الكرام، الآن سأسرد عليكم نتائج المباريات التي أقيمت بين هذين التاريخين يعني يوم 30/12/2019 واليوم 5/1/2020. الآن سأقوم بسرد يعني نتائج هذه المباريات. الفتح الرياضي، الرجاء الرياضي 2-0، إسفير خميس الزمبرة، مولودية وجدة 2-1، أولمبيك آسفي أكادير 2-0، أولمبيك خريجة نهضة بركان 1-3. أعيد مرة أخرى نتائج هذه المباريات أيها النظار الكرام. الفتح الرياضي، الرجاء الرياضي 2-0، إسفير خميس الزمامرة، مولودية وجدة 1-2، أولمبيك آسفي أكادير 2-0، أولمبيك خريجة نهضة بركان 1-3. الآن أصدقائي صديقاتي أو أيها السادة المشاهدون، سأقوم بتنظيف اللوحة وسأنقل لكم نتائج أخرى للمباريات المتبقية.
أيها السادة المشاهدون، الآن أن أوفيكم بالنتائج المباريات المتبقية من البطولة المغربية لكرة القدم لليوم 30 مارس 2019 وخمسة بين 3 و5 1 2020. الآن سأقوم بسرد نتائج المباريات، هذه المباريات المتبقية: المغرب التطواني، الوداد الرياضي 1-2، إسحاق خميس سمامرة، الوداد الرياضي 1-1، أكادير يوسفية برشيد 1-1. أعيد مرة أخرى نتائج هذه المباريات: المغرب التطواني، الوداد الرياضي 1-2، إسحاق خميس سمامرة، الوداد الرياضي 1-1، أكادير يوسفية برشيد 1-1. نعم أيها السادة المشاهدون، هذه هي نتائج مباريات البطولة الوطنية المغربية لكرة القدم التي أجريت بين 30/12/19 و5/1/20. أشكركم على متابعتكم، أضرب لكم موعدا إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله في برنامج ستوديو سبور الذي يهتم بنقل نتائج مباريات كرة القدم للبطولة الوطنية المغربية. إلى ذلك الحين استودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا باللايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.